دعني أنتقل إلى ذي قار، إلى سائر. سائر، كيف تبدو أوضاع المحافظة بعد تسلم الغزي منصب المحافظ؟ يعني وهل سيكون هو المحافظ أصالة وليست وكالة؟ نعم، تحية لك زميلتي العزيزة والزملاء في شبكة المراسلين ومشاهدينا الكرام. نعم، الكل يعلم ونيوز واكبت أحداث تسلم منصب محافظ ذي قار وكالة من قبل محمد هادي الغزي وما رافقتها من أحداث وقطع الجسور والشوارع الرئيسية والتقاطعات وحرق الإطارات وأثار ضجة كبيرة هنا في محافظة ذي قار. لكن زميلتي، بعد بيان شباب ساحة الحبوبي الذين ألقوه داخل الساحة في ساحة الحبوبي، هنا كانت نقطة التحول المفصلية عندما قالوا تشرين وثوار ساحة الحبوبي لن يتدخلوا بتنصيب محافظ أو منصب محلي نهائيا باعتبار أن المحافظ السابق كان هو مرشح الساحة. لذلك هذا البيان كان مفصلي وذكروا به أنهم سيكونوا مراقبين عن كثب جدا عن عمل المحافظ وأن خرج عن المسار سيخرجوا عليه. في هذه الجملة بالتحديد هم أعطوا تصريح وأعطوا فرصة لمحافظ ذي قار من أجل الإكمال. أيضا أنا أعطيك لوان نيوز زميلتي للمشاهدين حصريا لوان نيوز عبر اتصالاتي وتواصلي أيضا مع الجميع داخل الديوان أو بعض الأشخاص في بغداد أن محمد هادي قد استلم يعني حقيقة استلم بالأصالة وليس في الوكالة الآن ومنذ أيام تقريبا، لكن رافقته هدوء تام. يعني قد يكون هنا أهالي ذي قار البعض لا يعلم هذا الشيء، لكن هذا حصريا الخبر أن محمد هادي سار واستلم المنصب بالأصالة منذ أيام تقريبا، وحتى الكتب الرسمية التي تصدر خلال اليومين الماضيين من ديوان المحافظة هي مكتوب عليها محافظ ذي قار وليس محافظ ذي قار بالوكالة، واستلم إداريا وماليا المنصب كمحافظ لذي قار. إذن الآن هو تحت التجربة حتى وإن كان بالأصالة، فشباب ساحة الحبوبة أعطوه الفرصة من أجل إكمال المشاريع الخدمية والنهوض بالبنى التحتية ومراقبته عن أي فساد مالي أو إداري سيحصل، لأن ذي قار تعاني وتعاني بشدة.